السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ اتمنى تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة نودة لتعليم الكروشيه. انا هند، لأول مرة تشوفوني يا ريت تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وحصري ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هنفذ معاكم مشروع جديد، هنعمل مع بعض بلوفر كروشيه. الغرز اللي انا هستخدمها في البلوفر غرزة شبيهة غرزة التريكو، هشتغل ان شاء الله معاكم غرزة المنزلقة. فالغرزة دي هتكون معايا في البلوفر كله. فيلا نبدأ مع بعض ونشوف هنشتغل ازاي. الخامات اللي انا هستخدمها في البلوفر، هستخدم خيط هيمالايا سنو وسمك الخيط هنا اهو سميك لون اوف وايت، ودي درجة اللون اللي حابب يشتغل معايا نفس الدرجة، وهستخدم ابرتين، ابرة مقاس 7 سنتي، ممكن برضو تزودي حجم الابرة لو انت حابة تستخدمي اكبر من كده شوية. ده الابرة الكبيرة دي انا هستخدمها في الجسم بتاع البلوفر، تمام. وابرة 4.5، وابرة 4.5 هستخدمها في الجزء الاخير اللي هو القمر بتاع البلوفر والقنار بتاع الدراعات، تمام. وهستخدم مزورة للقياس. فيلا نبدأ ونشوف هنشتغل ازاي مع بعض. مبدئيا دي المقاسات اللي انا بحتاجها في البلوفر، دوران الصدر، دوران الوسط، دوران محيط الارداف، وباخد الطول بتاع البلوفر وطول الدراع، تمام. انا بالنسبة لي باخد اكبر دوران عندي في البلوفر، اذا كان دوران الصدر او الوسط او محيط الارداف. هنا انا هشتغل على دوران محيط الارداف، هيكون معايا اكبر حاجة هو اللي انا هشتغل عليها، يعني هيكون معايا تقريبا 100 سنتي، بس انا هزود عليها 4 سنتي كمان، هيكون معايا 104 سنتي. 104 على 2 هيكون معايا 52 سنتي، 52 هيكون معايا الجزء الامامي والجزء الخلفي 52 سنتي. طيب انا بالنسبة لي هنا انا هشتغل البلوفر بالطول، طبعا انا طول البلوفر معايا 65 سنتي، فانا هشتغل الطول الامامي والطول الخلفي، يعني هشتغل كده داير ما يدور، تمام. فانا هزود على 65 سنتي 65 كمان هيديني 130 سنتي، فالمية وتلاتين ده هيكون معايا الطول البلوفر اللي هو هشتغل الجزء الامامي والجزء الخلفي كده اهو، تمام. بالنسبة لي الطول الدراع هيكون معايا 60 سنتي. انا بالنسبة لي هنا في البلوفر بجزأ البلوفر 3 اجزاء، الجزء الكتف اليمين والمنتصف اللي هو فتحة الرقبة، والجزء الشمال اللي هو الكتف الشمال، تمام. انا بالنسبة لي هشتغل 17 سنتي للجزء اليمين بتاع البلوفر، تمام. وفتحة الرقبة هخليها 18 سنتي، هيكون معايا الوسط كده اهو 18 سنتي، وبعدين الجزء الشمال او الكتف الشمال هخليه 17 سنتي. طبعا احنا لو عدينا اللي هو 17 و18 و17 هتديني العدد بتاعي اللي هو 52 سنتي. طيب برضو انا هشرح بالتفصيل انا شغاله في البلوفر دي. بالنسبة لي دي المقاسات اللي انا محتاجاها في البلوفر، فيلا نبدأ ان شاء الله ونشوف ازاي هنشتغل في البلوفر. هجيب طرف من الخيط كده اهو، وهشتغل بالإبرة الكبيرة مقاس 7 سنتي، وهعمل عقدة البداية، وبعدين هشتغل عدد من السلاسل لحد لما اوصل 130 سنتي، وكمان هزود 10 سنتي علشان الغرزة اللي انا هشتغلها دي بتكش معايا او بتقصر، فانا هزود كمان على عدد الطول المطلوب معايا، تمام. هشتغل كده عدد من السلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هكمل 11 12 13 كده. انا اشتغلت عدد من السلاسل واشتغلت 160 غرزة سلسلة، تمام. وكمان زودت اللي هو عن العدد المطلوب معايا 130 سنتي، زودت 10 سنتي علشان الغرزة اللي انا هشتغلها غرزة المنزلقة فبتكش معايا في الشغل، تمام. فانا هبدأ كده من تاني غرزة هشتغل فيها غرزة منزلقة، في كل غرزة هشتغل فيها غرزة منزلقة، انا هكمل لحد نهاية السطر.
كده انا اشتغلت السطر كله غرز منزلقة، وصلت عند نهاية السطر وعندي اخر غرزة بشتغلها غرزة منزلقة، بعدين هرتفع بغرز السلسلة. انا هنا هبدل الابرة معايا، هشتغل اول 10 غرز بالابرة الصغيرة، وهبدأ اشتغل الجزء اللي في النص بالابرة الكبيرة، واخر الطرف الثاني او اخر البلوفر بشتغل برضو 10 غرز بالابرة الصغيرة. فانا هبدل هنا الابرة، هشتغل بالابرة 4.5، هشتغل غرز السلسلة ارتفاع، وبعدين هقلب الشغل معايا كده اهو، وهبدأ اشتغل في الحلقة الخلفية من الغرز اهي، هشتغل غرز منزلقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده انا اشتغلت 10 غرز بالابرة الصغيرة عشان يكون معايا الكمر بتاع البلوفر. هبدل الابرة بالابرة الكبيرة، هبدأ اكمل غرز مزلقة في الحلقة الخلفية في كل غرزة. انا هبدأ اكمل كده اهو غرز مزلقة، وهرجع لكم تاني عند ما اوصل عند نهاية السطر. انا كده اشتغلت السطر كله غرز مزلقة في الحلقة الخلفية، وسبت اخر 10 غرز هشتغلهم بالابرة الصغيرة. فانا هبدل الابرة معايا كده اهو، وهبدأ اشتغل غرز مزلقة في الحلقة الخلفية. ده هيكون الكمر في البلوفر في الجزء الامامي او الخلفي، والناحية التانية برضو. يبقى جزء هيكون معايا جزء امامي، والجزء التاني هيكون الكمر من الناحية التانية الجزء الخلفي. دي اخر غرزة معايا، بدخل في الحلقتين اللي من ورا بشتغل غرزة منزلقة، بعدين هرتفع بغرز السلسلة، وهشتغل في كل غرزة معايا في الحلقة الخلفية غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. طبعا برضو بشتغل بالإبرة الصغيرة أول 10 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعدين هبدل الإبرة الكبيرة، هشتغل في كل غرزة معايا غرزة مزلقة في الحلقة الخلفية اهي. هكمل لحد نهاية السطر وهرجع لكم تاني. انا كده خلصت السطر معايا غرز مزلقة في الحلقة الخلفية، وصلت عند نهاية السطر وعندي اخر غرزة، باخد اخر حلقتين كده من ورا اهو، بشتغل غرزة منزلقة، بعدين هرتفع بغرز السلسلة. طبعا انا ببدل الابرة معايا في اخر 10 غرز معايا، بعدين هقلب الشغل كده معايا في كل غرزة هشتغل فيها غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. هشتغل اول 10 غرز وبعدين هبدل بالابره الكبيره، 3 4 5 6 7 8 9 10. بعدين هبدل بالابره الكبيره، هبدأ اكمل كده اهو غرز مزلقة في الحلقة الخلفية اهي،
وبدأت تظهر معايا شكل الغرزة اهي زي غرزة التريكو. برضو الغرزة دي بتبقى معايا زي الأستيك، يعني بتمط كده اهو اهي اهي. فانا هبدأ اكمل كده اهو غرز مزلقه في الحلقه الخلفيه، ومنساش ان انا بغير الابره معايا في اخر 10 غرز من الناحيه دي ومن الناحيه التانية. وانا كده هبدأ اشتغل العرض معايا 17 سنتي، اول كتف معايا الكتف اليمين، وهرجع لكم تاني عشان نشوف باقي الشغل ونفتح مكان للرقبه وبعدين نكمل باقي البلوفر. كده انا خلصت العرض بتاع البلوفر اللي مطلوب معايا اللي هم 17 سنتي. هنجيب المزورة ونشوف على المزورة قد ايه. اهو معايا 17 سنتي. فانا هبدأ اعمل فتحة الرقبة، هتكون معايا 18 سنتي. كده خلصت اول جزء اللي هو الجزء اليمين، بعدين هعمل فتحة للرقبة اللي هي 18 سنتي، وبعدين الجزء ده هو هكرره تاني بعد ما اخلص فتحة الرقبة. فانا قسمت البلوفر كده اهو نصين وحطيت العلامة في النص بتاع البلوفر. عندي هنا من الناحية دي 80 غرزة منزلقة، ومن الناحية التانية 80 غرزة. فانا كده هكمل لحد مكان العلامة، هبدأ اكمل كده غرز منزلقة. وصلت لي مكان العلامة الأولى، كده معايا 80 غرزة. نحط فيها غرزة منزلقة، بعدين هرتفع بغرزة سلسلة. أنا هبدأ أكمل على طول ماشية بالغرز رايحة جاية لحد المنتصف. هعدل كده الشغل معايا وهبدأ أشتغل في كل غرزة غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. وده هيكون الجزء الأول من فتحة الرقبة، والجزء الثاني من الناحية الثانية. فكده انا هشتغل 18 سنتي من الناحية دي من فتحة الرقبة، و 18 سنتي من الناحية التانية. فانا هكمل كده بالغرز لحد نهاية السطر، وهرجع تاني لحد بداية السطر وهرجع لكم تاني. وصلت عند نهاية السطر وعندي اخر غرزتين هشتغلهم غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية اهي. اخر الغرزة معايا هشتغل على حلقتين الخلفية، مش حلقة واحدة بس عشان تكون معايا قوية شوية، تمام؟ برضو زي نهاية البلوفر بشتغل على حلقتين اهي، بعدين هرتفع بغرزة سلسلة وهقلب الشغل معايا وهبدأ اكمل كده اهو غرز مزلقة في الحلقة الخلفية في كل غرزة. فانا هبدا اكمل كده اهو رايحه وجايه بالغرز لحد لما اوصل للطول بتاع الرقبه 18 سنتي من الناحيه دي، ومن الناحيه التانيه برضو هشتغل 18 سنتي، وهرجع لكم تاني عشان نشتغل باقي البلوفر الجزء ده اهو هكرره تاني زي ما انا قلت، وبعدين نشتغل الدراعات بتاعه البلوفر. بالنسبه لي فتحه الرقبه ممكن تشتغلي الرقبه اقل من كده في الطول، ممكن تشتغليها اكبر من كده براحتك في الفتحه. انا كده كده هشتغل لها كولا للرقبه، في هتلم معايا لو حسيت ان هي واسعه بعد ما نخلص الشغل، فكده كده هي هتلم الرقبه معايا، تمام؟ فانا هكمل وهرجع لكم تاني. كده انا خلصت جزء من فتحة الرقبة ومعايا المساحة دي 18 سنتي، والجزء الاولاني ده زي ما احنا قلنا اللي هي جزء البلوفر اهو. فانا هبدأ اكمل الجزء التاني بتاع فتحة الرقبة. هنقيسهم الاثنين على بعض. دي اول مساحة معايا 18 سنتي، ودي 17 اللي هي بداية الجزء الاول في البلوفر. 17 و18 المفروض ان هما 35 سنتي. تمام. فانا هبدأ اكمل الجزء التاني بتاع فتحة الرقبة. هجيب الخيط
هاجي كده اهو. هاجي من الناحية دي، هدخل بالإبرة في أول جزء معايا أنا اهو، هدخل بالإبرة في أول غرزة مشغولة من الناحية التانية كده اهو اهي، وهسحب الخيط، هعمل غرزة سلسلة، وفي الغرزة اللي وراها على طول هبدأ أشتغل غرزة مزلقة في الحلقة الخلفية. وطبعا هشتغل نفس عدد الأسطر من الناحية اللي أنا اشتغلتها من الناحية دي، نفس العدد هشتغله من الناحية التانية. فهبدأ أروح كده بالغرز وهرجع تاني بالغرز، أنا هبدأ أكمل في كل غرزة معايا غرزة مزلقة في الحلقة الخلفية. أنا هبدأ أكمل كده أهو لحد نهاية السطر، وهرجع تاني لحد ما اوصل لمكان بداية فتحة الرقبة وهرجع لكم تاني. كده انا وصلت عند نهاية السطر، وعندي اخر غرزة بشتغلها في الحلقتين من ورا، مش في حلقة واحدة، في حلقتين، تمام، عشان تكون معايا ايه ماسكة نفسها كويس اهي. بعدين هرتفع بغرزة السلسلة وهبدأ أكمل في كل غرزة غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. طبعا أنا هبدأ أكمل بنفس عدد الأسطر معايا زي ما أنا اشتغلت في الناحية التانية لحد ما أوصل لـ18 سنتي ونفس عدد الأسطر. وهرجع لكم تاني ونشتغل الاخر جزء معايا في البلوفر. كده نخلص الجزء بتاع الرقبة اللي هو الجزء المفتوح اللي في النص اهو، اشتغلت نفس عدد الاسطر من الناحية دي، هي عدد الاسطر من الناحية التانية، تمام. وكده انا خلصت الجزئية بتاعت الرقبة، واخر جزئية انا هشتغلها هشتغل نفس الجزئية دي اللي هي 17 سنتي من الناحية التانية عند الكتف التاني. انا هنا هشتغل برضو نفس عدد الاسطر من الناحية دي، هشتغلها هي نفس عدد الاسطر من الناحية التانية. انا هنا اشتغلت 34 سطر، فانا هشتغل من الناحية التانية 34 سطر، فهكمل كده اهو. انا من ناحية قطعت الخيط ومن الناحية التانية سبت الخيط معايا علشان ابدأ اكمل معايا باقي البلوفر. هجيب الإبرة، آخر حاجة كان معايا الخيط عند نهاية البلوفر، فهشتغل بيه الإبرة الصغيرة. أنا هبدأ أشتغل أول 10 غرز بالإبرة الصغيرة غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. 3 4 5 6 7 8 9 10. هبدل الإبرة وهبدأ أكمل. فأنا كده هبدأ أكمل غرز مزلقة في الحلقة الخلفية لحد لما أوصل عند قبل الفتحة بتاعت الرقبة، وهرجع لكم تاني. كده انا خلصت السطر معايا واشتغلت غرز منزلقة في الحلقة الخلفية، فانا هبدأ اشبك الجزئين ببعض بتاع الرقبة، تمام، اللي هو اخر جزء معايا هشتغله في الكتف من الناحية التانية. حاجة كده اكمل الغرز اخر غرزة، اشتغل غرزة منزلقة، بعدين هجيب الناحية التانية كده بتاعت الفتحة بتاعت الرقبة، وهبدأ اكمل على طول في كل غرزة معايا غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. طبعا انا هنا مفيش اي مسافة اشتغلتها زي الناحية التانية، برضو ما كانش معايا اي غرز في النص مثلا غرزة زيادة او غرزة في النص مثلا غرزة سلسلة، فانا كملت الجزء على طول كده، اشتغلت على طول، تمام. في كل غرزة كده هبدأ اشتغل غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية،
هبدأ أكمل في كل غرزة غرزة منزلقة. انا هكمل، فانا هبدأ اكمل كده لحد نهاية السطر، وهرجع تاني لحد المكان الفتحة بتاعت الرقبة وهرجع لكم تاني. كده انا خلاص خلصت السطر معايا، اشتغلت غرز منزلقة ورجعت تاني لحد مكان الفتحة بتاعت الرقبة، فهبدأ اكمل كده في كل غرزة غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية اهو. كده معايا الجزئية بتاعت الرقبة كده اهو، اهي شبكتهم ببعض، ده السطر التاني معايا اهو. فهبدأ اكمل كده في كل غرزة غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية لحد ما انا هبدأ اكمل كده باقي الاسطر برضو بنفس العدد اللي انا اشتغلته من الناحية دي، هشتغله من الناحية التانية. فانا هكمل باقي السطور وهرجع لكم تاني، نقفل البلوفر من الجناب ونعمل الدراعات والكولة بتاعت البلوفر. انا كده خلصت الجنب التاني بتاع البلوفر، فانا هبدأ اقفل الجناب بتاعت البلوفر اهو. وحددت طول حردة الابط معايا 22 سنتي، فانا حددت بالعلامات بتاعتي، فخليت عدد الغرز معايا من الناحية دي نفس عدد الغرز معايا من الناحية دي، يعني خليت العددين معايا مساويين، وبدأت احط العلامات تمام. فانا هبدأ كده اقفل الجنب بتاعي، هجيب ابرة وخيط هقلب كده البلوفر من الناحية التانية على المقلوب، وهبدأ اقفل الجناب. هدخل كده، هدخل كده بالابرة عند العلامة دي والعلامة التانية كده اهو، وهسحب الخيط، هعمل غرزة سلسلة، وبعدين هدخل تاني في الغرز وهعمل غرزة منزلقة. هطلع العلامات وهبدأ اشتغل. هقولكم طريقة حلوة مش هتبين معايا الغرز، هتبينها غرزة طبيعية، فانا هوريكم طريقتين لتقفيل الجناب بتاعت البلوفر، والطريقة الاسهل ممكن تشتغلوا بيها. طبعا احنا بنشتغل في كل غرزة بتقابل التانية غرزة منزلقة تمام، يعني اول غرزة مع اول غرزة وتاني غرزة مع تاني غرزة وهكذا. فدي اول طريقة، بنعمل اول غرزة مع اول غرزة كده وبنشتغل غرز منزلقة اهي. وده شكل الغرز معايا بالمقلوب، وده شكلها بالمعدول. دي اول طريقة. تاني طريقة، انا معايا كده الصفين بتوعي اللي هما الغرز المنزلقة او مديان شكل غرز السلاسل او حرف الفي، بدخل في الحلقة الخلفية من كل غرزة، يعني اول حلقة مع اول حلقة خلفية في اول غرزة. معايا اول غرزة الحلقة الخلفية مع اول غرزة من الناحية التانية الحلقة الخلفية، وهشتغل غرزة منزلقة. تاني غرزة الحلقة الخلفية مع تاني غرزة الحلقة الخلفية، واشتغل غرزة منزلقة حرف الفي. تالت غرزة هاخد الحلقة الخلفية كده اهو، مع تالت غرزة هاخد الحلقة الخلفية واشتغل غرزة منزلقة وهكذا. والطريقة دي بتديني شكل الغرز معايا بتكون طبيعي اكتر من اول طريقة. ده شكل الغرز بالمقلوب
مدياني نفس السطر بتاعي اللي هو غرز المزلقة، نفس الشكل بتاع الغرز بتاعة البلوفر. ولما اجي اعدلها كده اهو برضو مدياني الشكل طبيعي، تقفيلها معايا طبيعية خالص. فانا هشتغل بيه تاني طريقة هقفل بيها. طبعا انتي براحتك، لو عايزه تشتغلي باول طريقه بتشتغلي كل غرزه بتقابل التانية غرزه منزلقه، او لو عايزه تشتغلي بتاني طريقه بتاخدي الحلقه الخلفيه من ناحيه والحلقه الخلفيه من الناحيه التانية، وتبداي تشتغلي الغرز بتاعتك اللي يريحك اشتغلي بيه. هبدا اكمل كده اهو. انا هبدأ اكمل كده لحد نهاية السطر، وهشتغل برضو هقفل الناحية التانية بتاعت البلوفر وهرجع لكم تاني. كده انا خلصت القفلة بتاعت البلوفر من الجناب، ودي شكل القفلة معايا شكلها طبيعي خالص اهي، من الناحية التانية شكلها طبيعي اهو. وانا هنا اشتغلت دراع لي البلوفر، وهبدأ اشتغل الدراع التاني معاكم. واخد لبالي ليه طول الدراع هنا واخد من مساحة الكتف بتاع البلوفر، يعني واخد تقريبا 10 سنتي من مساحة الطول بتاع البلوفر. فهبدأ كده اشتغل الدراع التاني معاكم. هجيب الابرة والخيط، هدخل الابرة كده تحت المنطقة دي اللي هو الابط اهو، وهسحب الخيط هعمل غرزة سلسلة، والغرزة اللي وراها دي اهي هدخل فيها وهشتغل فيها غرزة منزلقة اهو. انا هنا الدراع اشتغلت 60 غرزة سلسلة، فانا هبدأ هنا اشتغل 60 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هكمل كده معايا 60 غرزة سلسلة. فانا هبدأ اكمل كده في كل غرزة معايا غرزة منزلقة، وبرضو هغير الابرة من السطر اللي جاي. هدخل كده في تاني غرزة هشتغل فيها غرزة منزلقة في كل غرزة. انا هكمل لحد نهاية السطر. كده انا اشتغلت السطر كله غرز منزلقة، ووصلت عند نهاية السطر عندي اخر غرزة هشتغلها غرزة منزلقة. بعدين هدخل كده في الغرزة اللي وراها معايا اهو، هدخل بس في الحلقة واحدة اهي، هاخد الحلقة دي اللي هي الحلقة دي والحلقة اللي وراها اهو. هعمل غرزة منزلقة، مش هحسب الغرزة دي، مش هحسبها معايا اللي هي الغرزة المنزلقة دي، لان دخلت فيها في الغرزة بتاعت البلوفر. فانا هدخل من تاني غرزة هنا اهو، تمام اهو. هعدل كده الشغل معايا، وبعدين هسيب زي ما انا قلت اللي هي الغرزة بتاعتي دي، اللي اول الغرزة معايا من غرزة منزلقة مش هدخل فيها، هدخل في تاني غرزة، لاني اول غرزة دي انا بعتبرها اللي هي غرزة البلوفر اللي انا بقفلها فيها بتاعت البلوفر، تمام. هشتغل في كل غرزة غرزة منزلقة كده. تاني سطر معايا في كل غرزة غرزة منزلقة، هبدأ أكمل غرز مزلقة في الحلقة الخلفية. أنا هبدأ أكمل لحد نهاية السطر وهرجع لكم تاني. كده أنا اشتغلت السطر كله غرز مزلقة في الحلقة الخلفية، وجيت عند آخر 10 غرز معايا بغير الإبرة للإبرة الصغيرة اللي هي 4.5، تمام. هرتفع بغرزة السلسلة وهبدأ
هعدل الشغل معايا كده اهو، وهشتغل في كل غرزة معايا غرزة منزلقة برضو في الحلقة الخلفية. اول 10 غرز بشتغل بالابرة الصغيرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كده معايا السطر الثالث. فانا هغير الابرة للابرة الكبيرة، هبدأ اكمل غرز منزلقة في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل لنهاية الغرز او نهاية السطر. انا هكمل وهرجع لكم تاني. كده انا خلصت السطر معايا، وعندي اخر غرزة هشتغلها غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. انا باخد الحلقتين اللي من ورا، يعني حلقتين خلفية مش حلقة واحدة، تمام؟ اخر السطر باخد اخر حلقتين اللي هما الحلقتين الخلفية، بشتغل غرزة منزلقة. بعدين عندي في غرز البلوفر، الغرزة دي انا كنت شغلة فيها السطر اللي فات، فبدخل في الغرزة اللي وراها بشتغل فيها غرزة منزلقة، وبرضو باخد الحلقتين الخلفية اهي. ادي معايا غرزة المنزلقة او غرزة شبيهة غرزة حرف الفي، باخد الحلقة الخلفية دي والحلقة الخلفية اللي وراها، الحلقتين الخلفية اهو. طبعا الغرزة دي انا مش بحسبها معايا عشان انا بدخل فيها في البلوفر، فانا بعدين لما هعدل الشغل وهشتغل غرز منزلقة هشتغل من تاني غرزة، الغرزة دي مش هحسبها معايا. هعدل كده الشغل، وزي ما انا قلت دي مش هحسبها، هدخل من تاني غرزة هشتغل غرز منزلقة، فكل غرزة كده هشتغل غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. كده معايا رابع سطر، انا هكمل السطر ده وهرجع تاني وهرجع لكم تاني. انا كده اشتغلت السطر الخامس، وصلت عند نهاية السطر، يعني رحت ورجعت تاني. وعندي اخر غرزة هشتغلها غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، والمرة دي بقى انا كل 5 اسطر هشتغل غرزتين على البلوفر. اهو غرزة منزلقة اهي، غرز البلوفر معايا دي كانت مشغول فيها، هدخل في اللي وراها هعمل غرزة منزلقة اهي. ادي غرزة، والغرزة التانية اللي وراها برضو هشتغل فيها غرزة منزلقة. طبعا انا مش عايزة ازود سطور كتير، يعني عايزة الدراع يكون معايا مظبوط مش واسع قوي. اهو غرزتين، فانا هدخل في تالت غرزة هبدأ اشتغل فيها غرزة منزلقة، بعدي الغرزتين اللي هما واشتغل في تالت غرزة، يبقى كل 5 اسطر بشتغل غرزتين ورا بعض، كل سطر معايا بشتغل فيه غرزة، وعند 5 سطر بشتغل غرزتين ورا بعض، تمام؟ زي ما انا قلت انا مش عايزة ازود، اخلي وسع الدراع بتاع البلوفر يكون واسع معايا، انا عايزة يكون الوسع بتاعه حلو كده هو مظبوط، او يكون الوسع بتاعه واسع شوية مش واسع قوي. لو انت عايزاه واسع قوي فانت هتشتغلي بس غرزة واحدة. فهبدأ اكمل كده غرز منزلقة في الحلقة الخلفية، وهبدأ امشي بنفس الطريقة بعد كل 5 اسطر بشتغل غرزتين ورا بعض في الغرز بتاعت البلوفر، تمام. وبعدين انا هاجي كده عند نهاية السطر، منساش ان انا بغير الابرة بتاعت الشغل بتاعي، وبعمل بابرة صغيرة اخر 10 غرز معايا. فانا هكمل باقي الدراع وهرجع لكم تاني عشان نشوف ازاي بنقفل الدراع مع بعض. كده انا خلاص خلصت الدراع معايا اهو، اشتغلت كل غرز منزلقة في الحلقة الخلفية، فانا هبدأ اقفل الدراع. انا هقلب كده الشغل معايا هقفله زي الدراع التاني، طبعا انا هقفله بطريقة طبيعية مش هتبان اهو، تقفيلة الدراع مش باينة معايا اهو. فهبدأ اقفل الدراع التاني زي الدراع ده اهو، فانا هقلب كده الدراع من الناحية التانية. ادخل الخيط برضو من جوه
هجيب الإبرة وهبدأ إن أنا أشتغل أقفل الدراع. هبدأ أقفل كده الدراع بتاع البلوفر من الجنبين، تمام، وهقفل بطريقة معينة علشان برضو يديني التقفيلة معايا تكون معايا طبيعية، تمام. فركزوا معايا كده اهو، أنا هنا معايا السلسلة معايا أو حرف الفي، باخد الحلقة اللي من جوه أو الحلقة الخلفية بشتغل معاها الحلقتين الخلفيتين برضو من الناحية التانية اهو. بصوا اهو، باخد حلقة اللي هي من جوه كده اهو، ادي معايا حرف الفي، باخد الحلقة دي، ادي معايا حرف الفي، باخد الحلقة اللي من جوه، تمام، وبقفل معاها الحلقة التانية برضو اللي من جوه او الحلقتين. هعمل غرزة منزلقة، باخد الحلقة الخلفية، ادي حرف الفي معايا او السلسلة، باخد الحلقة اللي من جوه اهي، اهي معاها الحلقتين برضو اللي من جوه من الناحية التانية او الحلقة واحدة برضو من جوه. انا هشتغل على حلقتين، واعمل علامة واعمل غرزة منزلقة، هشتغل على حلقة اهي، اهي حرف الفي، باخد حلقة مع الحلقتين اللي من جوه او الحلقتين الخلفيتين نورة في الناحية التانية، واعمل غرزة منزلقة، هشتغل على حلقة من الناحية دي اهي علامة الفي، باخد حلقة بعدين معاها الحلقتين من الناحية التانية اللي من جوه، اعمل غرزة منزلقة، حلقة مع الحلقتين اللي من جوه، حلقة مع الحلقتين الناحية التانية الخلفية. انا هكمل بنفس الطريقة كده اهو، واجي معايا القفلة من ورا ومن قدام، هتكون معايا برضو القفلة معايا طبيعية، فانا هكمل لحد نهاية الدراع، وهاجي عند اخر 10 غرز بغير الابرة، الابرة الصغيرة، فانا هكمل وهرجع لكم تاني. ده انا وصلت عند نهاية الدراع او الكنار بتاع الدراع، عندي اخر 10 غرز، فانا بشتغلهم بالابرة الصغيرة، انا بدلت الابرة وهبدأ اشتغل كده، هاخد الحلقة معايا، الحلقة بتاعت علامة الفي، باخد حلقة ومن الناحية التانية باخد الحلقتين اهو. حلقة والحلقتين من الناحية التانية، هكمل كده بالطريقة دي.
كده نهاية السطر معايا، آخر غرزة اشتغلها غرزة منزلقة وخلاص كده. هعمل غرزة سلسلة وغرزة سلسلة تاني، وبعدين هقص الخيط. كده انا قصيت الخيط، بعدين هسحب الخيط الزيادة كده اهو، وهبدأ انضف الخيط ده في الدراع بتاع البلوفر من جوه اهو. كده معايا الدراع جاهز، هبدأ أعدل البلوفر وهوريكم القفلة بتاعت الدراع. دي القفلة معايا اهي، قفلة باينة ان هي طبيعية اهي، تمام. هبدأ بعدين اخر حاجة معايا هشتغل الكولا، ممكن تشتغليها الياقة. فانا في بلوفر تاني انا هشتغله برضو، بس انا هعمل نفس البلوفر ده هو، بس هشتغله الياقة بسوستة. فبرضو تابعوني ان شاء الله هوريكم ازاي ممكن تشتغلوا برضو نفس البلوفر ده برضو الياقة وبسوستة، تمام اهو. هبدأ ان انا اعمل كولا للبلوفر. هجيب الابرة وهدخل في الجنب هنا بتاع الرقبة اهو، هدخل كده بالإبرة وهسحب الخيط وهعمل غرزة سلسلة في نفس المكان. هدخل تاني وهعمل غرزة منزلقة وهشتغل 25 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 غرزة، 25 غرزة سلسلة. هبدأ اشتغل من تاني غرزة، وهشتغل في كل غرزة غرزة منزلقة، في كل غرزة كده اهو غرزة منزلقة. انا هبدأ اكمل لحد نهاية السطر. كده انا وصلت عند نهاية السطر، هشتغل اخر غرزة غرزة منزلقة. بعدين هنا عندي في البلوفر نفسه، هنا عندي الصف بتاع شكله شكل غرز السلاسل، والصف اللي وراه صف عادي. فانا هدخل كده في الصف ده هو اللي وراه وهعمل غرزة منزلقة. بعدين الصف الثاني اللي وراه اللي هو شكل غرز السلاسل، هاخد اول علامة في كده اهو، او اول سلسلة معايا هدخل فيها بالابرة في الحلقتين وهشتغل غرزة منزلقة اهو. يبقى انا اشتغلت سلسلتين ورا بعض او غرزتين منزلقة ورا بعض. بعدين هلف كده الشغل وهبدأ اشتغل في كل غرزة معايا في الحلقة الخلفية غرزة منزلقة، واخد بالي ان هو العدد معايا هيكون عدد الغرز 24 غرزة. فانا في كل مرة عدوا الغرز عشان ما تتلخبطوش لما تيجي توصلوا من الناحية دي، يعني لما بتروحوا وترجعوا من الناحية دي ممكن تتلخبط معاكم عدد الغرز وبيقل العدد معاكم. فخدوا بالكم عند نهاية السطر من ناحية الرقبة. فانا هبدأ اكمل كده في كل غرزة غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، وانا هستخدم هنا اهو الابرة الكبيرة، مش هستخدم الابرة الصغيرة. انا هشتغل كل الرقبة بالابرة الكبيرة. انا هكمل كده لحد نهاية السطر وهرجع لكم تاني. كده انا خلصت السطر، وعندي اخر غرزة هشتغلها غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية اهو. بعدين هرتفع بغرزة السلسلة وهلف الشغل كده اهو، وهبدأ اشتغل في كل غرزة معايا غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. انا هكمل لحد نهاية السطر وهرجع لكم تاني.
كده انا وصلت عند نهاية السطر، وعندي اخر غرزة هشتغلها غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، واخد لبالي لعد الغرز من الناحية دي، يعني لما اجي اعد اعد كويس مظبوط، يعني هيكون معايا 24 غرزة، فاخد بالي لعد علشان ما نقصش عدد غرز معايا في الغرز معايا. تمام. بعدين هاجي كده اهو، عندي هنا الصف ده اهو صف الغرز العادية، فانا هشتغل فيها غرز منزلقة، والصف ده اللي معايا اللي هو صف حرف الفي او الصف اللي مديني شكل غرز السلسلة، هبدأ برضو اشتغل فيها غرز منزلقة، فانا هشتغل هنا غرز منزلقة، والغرزة هنا اهو في المكان ده اهو، هاخد اول حلقتين او اول حرف الفي كده اهو، باخد اول حلقتين، ادي حلقة وادي التانية، وبعدين برضو هشتغل غرزة منزلقة، ادي غرزتين ورا بعض. تمام. هدخل في تالت غرزة هعدل الشغل كده اهو، وهعمل ادي واحد اتنين، في التالتة هبدأ اشتغل فيها غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، في كل غرزة هشتغل فيها غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. انا هكمل كده السطر لحد النهاية، وهرجع تاني عند مكان الكولا، وهرجع لكم تاني. انا كده اشتغلت السطر، روحت ورجعت عند مكان الرقبة، وعندي اخر غرزة هشتغلها غرزة منزلقة. بعدين هاجي كده للاسطر بتاعت البلوفر، انا هشتغل في الصف ده اهو، والصف تاني اللي وراه ده بتاع الشكل غرز السلاسل، هشتغل غرزة منزلقة، ادي غرزة، والسطر اللي وراه اللي هو غرز السلاسل هشتغل فيه الحلقتين دول، هما شكل حرف الفي او شكل غرزة السلسلة. هاخد كده اول غرزة معايا، اول حلقتين، وهشتغل برضو غرزة منزلقة، يبقى ادي اتنين غرزتين ورا بعض، غرزتين منزلقة. هاجي كده هلف الشغل، بتجاهل الغرزتين اللي هما اللي انا اشتغلتهم، وبدخل في تالت غرزة بشتغل فيها غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. هبدأ اكمل كده في كل غرزة غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، فانا هبدأ اكمل كده لحد نهاية الكولا بالطريقة دي، وهرجع لكم تاني عشان نشوف ازاي بنقفل الكولا مع بعض عند النهاية. كده انا خلاص خلصت الكولا بتاعت البلوفر، وانا هبدا اقفل الجناب كده اهو. ممكن برضو لو انت حابه تسيبيها مفتوحه وتتني كده الكولا، هتديكي برضو شكل جميل اهو، ده برضو شكل تاني. تمام. فانا هقفل الكولا اخليها مقفوله، فهقلب البلوفر للناحيه التانيه. كده انا قلبت الكولا معايا، فهجيب الابرة وهبدأ اقفل، وهبدأ اقفل الجناب، وبرضو هقفل التقفيلة بتاعت الجناب بطريقة ما تبينش معايا شكل التقفيلة زي ما انا اشتغلت الدراعات. هتكون معايا كده الصف بتاعي غرز اللي هو المنزلقة، فمدياني شكل السلسلة او علامة الفي، فانا بشتغل على الغرزة التانية دي اهي، اهي اللي هي الحلقة التانية اللي من جوه الحلقة الخلفية، وبرضو هشتغل الحلقة الخلفية من الناحية التانية في الجنب التاني. بس انا هاخد كده اول غرزة مش هحسبها معايا دي اهي، فانا هشتغل الغرزة دي مع الغرزة دي، دول انا مش هحسبهم مع بعض، بس كده انا هقفل كده اول غرزتين مع بعض كده اهو، بعدين هبدا اشتغل الغرز بتاعتي من الجنبين، هشتغل الحلقه الخلفيه من الناحيه دي اهي، والحلقه الخلفيه في الجنب التاني اهو، بعدين هسحب الخيط وهشتغل غرز منزلقه، هشتغل الحلقة الخلفية من الناحية دي اهي علامة الفي، باخد الحلقة الخلفية
والحلقة الخلفية من الناحية التانية في الجنب التاني. معايا الغرز زايقة شوية فعشان كده تدخل الإبرة بصعوبة شوية اهي. يعني انا برضو اشتغلت بالإبرة دي بس ضيقت ايدي شوية، شديت ايدي في الغرز الخلفية من الناحية التانية. انا هبدأ اكمل لحد نهاية السطر، ده هيكون شكل الغرز معايا من جوه، هيديني شكل طبيعي يعني مش هيكون معايا بين التقفيلة اهي. طبعا انا هشد ايدي شوية عشان ما يبقاش الفاصل ده باين معايا، فانا هكمل لحد نهاية السطر وهرجع لكم تاني. كده انا قفلت الكولة معايا، وصلت عند اخر غرزتين هقفلهم ببعض وبعدين هقص الخيط. خلص معايا الغرز حاجة كده، اشتغل اخر مكان ده اهو اهو بالناحية التانية كده اهو، الطرف بتاع الكولا، بعدين هشد الخيط وهعمل غرزة منزلقة، هعمل غرزتين سلسلة وبعدين هقص الخيط. كده انا قصيت الخيط، بعدين هسحب الخيط كده اهو، وهننضف الخيط الزياده ده اهو بالابره التنظيف او بالابره الكروشيه. وده شكل الكوله معايا من جوه اهو، التقفيله معايا هنا في الجنب طبيعيه مش باينه اهي. هعدل البلوفر اهي، التقفيله اهي باينة ان هي طبيعية خالص زيها زي البلوفر. وادي شكل الكولة معايا في البلوفر اهي، بعدين هنبدأ نقنيها كده اهو. طبعا الطول بتاعها مناسب، انا شايفة ان الطول بتاعها يعني مناسب قوي. انت لو حابة تطوليها عن كده فانت هتزودي عدد الغرز، لو انت حابة تنقصي عن كده فبتنقصي عدد الغرز معاكي في البداية اللي هو عدد السلاسل. وده بيكون شكل معايا البلوفر، ده الشكل النهائي اهو. ده الشكل النهائي بتاع البلوفر. وهنا البلوفر بيلبس لحد مقاس 3 اكس لارج. انا عامله البلوفر لمقاس لارج. طبعا الموديل الاصلي بتاع البلوفر هو واسع كده اهو، اوفر سايز. وهنا البلوفر اخد معايا حوالي 11 شله وشويه. وبكده يكون خلص معايا الفيديو، اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحصري ان شاء الله. وكل اللي بيتابعني اتمنى يكتب لي تعليق يقول لي هو بيتابعني من اي مكان. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.